بصي، عملتي كام عملية تجميل؟ عملية لا، يعني أمنية حياتي أعمل، عايزة أرفع الحتتين دول، بس أنا بخاف أنا ما دخلتش قط عمليات الحمد لله الحمد لله لغاية دلوقتي لأي سبب من الأسباب، وأنا أمنية حياتي أعمل عملية، بس بخاف من البنج جدا، لأن أنا حضرت مأساة سعاد نصر بموضوع البنج ده وكنت معاها في المستشفى. بس هي كانت تعمل عملية حرام؟ كانت بتعمل شفط. شفط. والبنج حصل لها مشكلة ولما تعبت والأكسجين اتشال من عليها وكده، احنا جرينا روحنا على المستشفى أيامية، انا كنت بعمل تحقيق في المستشفى فشفت الخطورة بتاعة الموضوع ده، عملي هسس ان انا مش عايزة بنج، فمستنية يعملوا يفتحوا أوضة عمليات من غير بنج واعمل العملية، بس كل حاجة من غير بنج عملتها، يعني دكتورة جيان لسه جاي من عندها عاملة بوتوكس وانا بعمل على الهوا على فكرة. يعني نفرتيتي في حلقة من الحلقات عملت كده، نفرتيتي لسه عاملة كله بعمله على الهوا، حتى الفيتامين لما باخده على الهوا، التخسيس على الهوا، يعني انا حياتي كل الناس شايفينها بابي مفتوح وحياتي كلها السوشيال ميديا.